الانتربت في طريقة عشان انا اطلب من السي بي يو شيء، انا كجهاز بدي شيء من السي بي يو اعمل له انتربت. عادة هيك تستخدم في الاوبريتنج سيستمز، في المالتي ثريدنج، في البيك، في اشياء عملناها على الانتربت، في اشياء عملناها على البولينج. فعادة لما بدي اجذب انا انتباه او بدي البيك انها تعدي الاشياء او عدة ديفايسز، ممكن تستخدم البولينج والانتربت. البولينج انه ظل افحص، يعني مثلا بدي اشوف التايمر صار اوفر فلو ولا لا، ظل افحص. بدي اشوف الانالوج ديجيتال كونفرتر خلص كونفرجن ولا لا، دخلت فلو بافحص. الشيء الافضل اني استخدم الانتربت، يعني احكي له الانالوج ديجيتال كونفرتر مثلا بس تخلص كونفرجن ابعث لي انتربت. شو بصير هو لما الانتربت؟ لما بصير انتربت المايكرو كنترولر بروح على الادرس 8 رايب اوريدي، بروح على الادرس 8 بفحص مين هو مصدر الانتربت وبتصرف، بكون بردة الفعل المناسب. الان عشان نستخدم اي انتربت لازم ان نفعله، فلكل انتربت في عندنا بت عشان نقرر انه هاي برايورتي ولا لو برايورتي، في بت عشان تو انيبل ذا انتربت، وفي بت لكل انتربت بصير واحد لما يصير الانتربت. فانا اذا صار عندي انتربت وعندي انا مفعل ثلاثه انتربتس بدي اعرف مين منهم، بفحص الفلاج بت لكل واحد منهم، اللي بيكون واحد بيكون هو مصدر الانتربت وبناء عليه بتصرف. الان في بت ضروري ان افعله اللي هو الجي اي اي، هذا زي مين سويتش، هذا اذا هو صفر ولا انتربت بيشتغل لازم احطه واحد حتى اعمل انيبل للانتربتس. فناخذ مثال، طبعا هاي التايمرز والانيبل والفلاج بيتس لها. انا اللي بيهمني هذا المثال اللي هون اللي هو على الاكسترنال انتربتس، اكسترنال هاردوير اكسترنال، سموه الاكسترنال لانه بيتم من خارج البك من خلال البنز ار بي 0 ار بي 1 ار بي 2. فباي ديفولت اذا السيجنال اللي على ار بي 0 بتغير من صفر لواحد بصير انتربت، يعني على الرايزنج ايدج بصير انتربت 0. اذا على ار بي 1 بتغير من صفر لواحد بصير انتربت 1 وانتربت 0. كل واحد منهم هاي الانتربتس له انيبل بت، فانتربت 0 البت تبعته اسمها ان 0 اي اي موجوده في الانتربت كنترول ريجستر. الانتربت 1 البت اسمها انتربت 1 اي اي موجوده في انتربت كنترول 3 ريجستر. والانتربت اوكي، فكل واحد منهم له انيبل بت عشان افعله، وفي عندنا فلاج بت كمان لكل واحد منهم. فبدي اعرف انه اللي صار انتربت 1 ولا لا بفحص هذا الفلاج، اذا كان واحد بيكون هو انتربت 1 اللي صار، مش واحد معناته مش فيه. فمطلوب معكم في الامتحان، ما فيش عمل تسووه اليوم، بس مطلوب معكم في الامتحان انكم تبرمجوا هاي الهاردوير اكسترنال انتربت، بس انتربت 0 انتربت 1 وانتربت 2. خلينا نشرح مثال. نفترض ان شابكين سويتش على ار بي 0 وفي ليد على ار بي 7. بدنا هذا السويتش لما يضغط عليه يعمل انتربت 0 ونغير حاله الليد، يعني نعمل توجل للليد، اذا كان ضاوي نطفيه واذا طاف نضوي. كل ما نضغط على هذا السويتش، كل ما نضغط على السويتش بصير انتربت 0 ويغير الضوء. الان البرنامج سهل. احنا اول ما يشغل برنامج بنروح على الزيرو، على الانستركشن المخزنه في الروم في اللوكيشن 0. ودينا على المين. البرنامج هذا بنفذه اخرته اخر البرنامج بيدخل في انفينيت لوب، ينسخ من بورت سي لبورت دي. بس هو في هذا الانفينيت لوب بدنا لما نكبس على السويتش يترك الانفينيت لوب اوكي، يعمل توجل للليد ويرد يرجع. اوكي، عشان يرجع في انستركشن اسمها ريت اف اي اي، زي الريتيرن بس تعمل شيء اضافي عن عن الريتيرن. المهم نشوف الآلية. اذا فهمنا شو بدنا نسوي، بدنا نقرر اول شيء في المين مين انبوت مين اوتبوت،
هذا اوتبوت ار بي 7، ار بي 0 انبوت، ممكن نحط 0 او اسم البن. البن 0 او ار بي 0 له اسم ثاني، لو تروحوا على البيك بتلاقوا انه له اسم ثاني انتربت 0، فممكن نشطبها ونحط 0 بدالها. المهم هاي الانستركشن ار بي 7 اوتبوت، ار بي 0 انبوت، بورد دي اوتبوت وبورد سي انبوت، عشان بيضل ينسخ من بورد سي لبورد دي. هاي الانستركشن اول انستركشن، هاي الانستركشن مع هاي بفعل الانتربت 0. فكيف بفعل الانتربت؟ ست الانتربت 0 اي اي الموجود في الانتربت كنترول. طبعا هذا التابل بيجي في الامتحان اذا جاء السجل النظري. وبعدها بعمل ست للجي اي اي بن. هيك صار انتربت 0 مفعل. اوكي صير الجي ال، فهيك جاهزين انه يستقبل انتربت من انتربت 0. طيب اذا دخل في لوب، وهو في اللوب حدا ضغط على السويتش صار انتربت، بروح على الثمانية لانه هون بده يتاكد مين مصدر الانتربت، ففحص الفلاج بيت تبع انتربت 0. اذا كان واحد بروح على هذا الليبل ده بسموه انتربت سيرفيس روتين، نسميه انترب 0 اي اس ار، نسميه اي ليبل. اذا كان صفر برجع بسوي شيء، اذا صار انترب بروح على الثمانية بفحص الانترب فلاج، اذا كان واحد بنفذ المطلوب، اذا صفر برجع. طيب المطلوب هون برضه بعد ما ينفذه بيرجع، يعني اكيد لازم ينتهي الموضوع بريت اف اي عشان يرجع يكمل شغل. شو بدي اوكي، ف صار انتربت، فحصنا لقينا هذا الفلاج واحد، عرفنا انه مصدر الانتربت انتربت زيرو، فعمل توجل للبت هاي. اوكي رجع، ضروري نرجع الانتربت فلاج لزيرو ونرجع. هم ملخص الموضوع، امبارح في اللاب كلنا نفعلوا انتربت ثاني، يعني انتربت زيرو انتربت ون، وحطوا سويتشين، انتربت زيرو بشغل الليد، انتربت ون بطفي الليد. فكنت تعرفوا شو اللي بيلزمني، بيلزمني افعل انتربت 1 اذا في اسئله اول شيء صار كذا، ما نروح نحل اللي اعطيناهم اياه. فشو بيلزم تعديل على تفضل برايورتي ولا لو برايورتي الزيرو؟ بس بس باي ديفولت كل الانتربت هاي برايورتي، بدناش نروح على لو برايورتي. اوكي فخلينا نعدل على هذا البرنامج. اللي عنده كمان مرة سؤال يسأل، نعدل على هاي السيركت بحيث انه نشبك سويتشين، واحد يولد واحد يتفلد من خلال الانتربس. فاول خطوة لازم نفعل انتربت 1، انتربت 0 نفعل، هي هون نفعل انتربت 1، نبعد هون انستركشن، نسحب بدنا نعرف وين هذا انتربت 0 كيف بفعله انتربت 1. فانتربت 1 موجود بت التفعيل اسمه انتربت 1 اي اي، موجود في الانتربت كنترول 3. فبكتب بي اس اف انتربت 1 اي. اوكي اول شيء بحط اسم الريجستر انتربت كنترول 3 كما انتربت 1 اي، زغر الخط شوي. اوكي اذا اضافه هذا السطر فعلت كمان انتربت 1. طيب شغلة ثانية، بدنا انتربت زيرو لما يصير ينفذ الكود اللي هون، وانتربت وان لما يصير ينفذ انتربت ثاني. فنعدل هون، بدناش يعمل كل هذا الحكي، بدنا يعمل ست للليد، بدنا يضوي الليد كلنا هذا الاول، فبدها كله هون.
بدل بي تي جي بشطبها واكتب بي اس اف اذا لما يصير انترب زيرو بتولد وبعدين بمسح الفلاج وبرجع. بس نعمل كمان لانتربت ون نعمل واحدة زي هيك انتربت ون مش شرط انه اللي بيكون هيك بس كويس لانه معبر انه هذا الانتربت سيرفيس روتين لانتربت ون حطور 220 اللي بدك اياه وما يصير overlapping نفس الكود اللي فوق بس BCF طبعا والفلاج بيختلف BCF port B 7 إذا نطفي الليد بعدين يمسح الفلاج register انت كن 3 موجود واسمه interrupt 1 IF وبعدها ريكتيفاي الاند هاي طبعا بالاخر اند الاند هاي ونشطب الاند الثاني هيك صار في عندي تو انتربت سيرفيس روتين واحد اذا صار انتربت زيرو بنفذ هذا الكود وبرجع اذا صار انتربت ون بنفذ هذا الكود وبرجع بظل هون بدنا نفحص اوكي بدنا نحدد اوكي اذا انت هون بسكرين 8 نقول اذا صار انتربت زيرو اعمل هيك اذا صار انتربت ون اذا ولا واحد منهم اعمل شيء ثاني فخلينا نعمل مكان فإذا صار interrupt test interrupt 0IF إذا مش هو يعمل branch next وإذا هو روح على روح على الانترب سيرفيس روتين سو نيكست نيكست بده يفحص انه هل مصدر الانترب مع انه هو يعني اكيد مش 0 1 بس احسن انه يتبع نفس الآلية فرد افحص بالتست فايل ريجستر سكيب اف ست بس المرة انت كن 3 فاذا كان انتربت 1 روح على جوتو انتربت 1 والا تعمل ريتيفاي اذا هاي اللي كتبناه شو اذا كان انتربت 0 روح على انتربت 0 اي صار اذا كان انتربت 1 روح على انتربت 1 اي صار اذا ولا واحد منهم تعمل ريتيرن تعمل ريتيرن صار دكتور انا بفحص الانت 0 اي اف عشان انتربت 0 بس بدي اميز انا صار انتربت كده اميز مين اللي صار زيرو ولا وان من خلال انتربت فلاج فبفحص اذا كان انتربت زيرو اي اف صار واحد معناته مصدر الانتربت انتربت زيرو اذا كان انتربت وان الواحد معناته مصدر الانتربت انتربت وان فبناء عليه بكرر وين اروح على انتربت زيرو اي صار ولا انتربت وان بس اذا انتربت زيرو اللي صار بنفذ هذا الكود اللي هو
اضوي الضوء. اذا انتربت وين اللي صار اطفي الضوء. اه تمام، بس كيف بروح على صفرين 8 اصلا؟ هو بس هو باي ديفولت لايبراري انتربتس، اي انترب بصير بروح على 8. اذا انا ما عارف الكود يعني لحاله بعرف، لا انا ما بكرر وين اروح، هاي باي بلت ان انه بس يصير انترب بروح على الادرس 8. هيك الانتربتس يشتغل انه على الادرس 8 بروح. اه بس قصدي انه كيف وانت بيشتغل الانتربت هسه هو دخل في اللوب، ما دام ما حداش ضغط لا على السويتش الاول ولا على الثاني ما راح يصير شيء. مجرد ما واحد ضغط على سويتش رقم واحد راح يجي على ايش؟ بصير انتربت. انا فعلت تو انتربتس، فعلت تو انتربتس، ايش امي؟ انتربت زيرو انتربت 1. وانت بصير انتربت زيرو لما السيجنال اللي عار بي زيرو تنتقل من صفر لواحد. اذا ضغطت على البوش بتون او على السويتش اللي مشبوك على انتربت زيرو بصير انتربت زيرو، اذا ضغطت على السويتش اللي مشبوك على ار بي 1 بصير ايش؟ بصير انتربت 1. هو انت بصير انتربت لما تضغط على السويتش على واحد من السويتشز، واحد او اثنين، الاول او الثاني. فهون انا شابك سويتشز على على ار بي 0 وار بي 1 وشابك ليد على ار بي 7. مفهوم؟ اه تمام. في احد عنده استفسارات ثانيه؟ دكتور نعم. البي اس اف انت كون فاصل جي اي اي هاي اللي بنحوله لك جلوبالي، احنا ليش حولنا على جلوبالي بس ذكرني، وليش ما حولناش الثاني كمان يعني زيه؟ قصدك هاي الجي اي اي؟ اه هاي الجي اي اي بت اذا خليناها صفر ولا انتربت بيشتغل. هذا هاي زي ما زي قاطع زي قاطع الرئيسي للكهرباء عنده في الدار، اذا نازل ولا ضوء غرفي بيشتغل. لازم هذا نرفعه في لازم دائما يكون مرفوع عشان تشتغل الانتربت. هسه هو مرفوع الانتربت اللي بنفعلها بتصير. يعني في عندنا كثير مصادر انتربت، في تايمر زيرو، في نايت ديجيتال كونفرتر، في تايمر 1، في غيره اللي فعلناهم فقط انتربت زيرو انتربت 1. بس اذا ما حطينا هذا البت واحد ما راح يشتغل ولا انتربت. يعني هو مسؤول عن كل الانتربتس انه هذا بالضبط. هذا ضروري نعمل واحد، ضروري نعمل واحد عشان يشتغل يشتغل الانتربتس، والا ولا واحد راح يشتغل مهما عملنا. كيف احنا كيف الطريقه؟ بفعل كل الانتربتس، التفعيل الانتربتس انستركشن انستركشن، كل انتربت بفعله بانستركشن، وبعدين هذا البت بعمل واحد. دكتور عندي الميل صح، المفروض كمان نعمل بيت ست فلاج ترس بي انتربت 1. صحيح. فكويس انك ذكرتينا، ضروري نعمل ضروري كمان نعمله انبوت ار بي 1 زي ما عملنا ار بي 0. PSF خربش من النص بس شوي. اصلح له شوي. اوكي اذا لازم هون زي ما عملنا بت زي ار بي 0 انبوت لازم كمان نعمل ار بي 1 انبوت. بي اس اف تريس بي 1 هذا تيجي هون بعد الانستركشن. في اسئله ثانيه؟ اوكي مش مطلوب منكم ولا تاسكس ولا ريبورتس ولا اي شيء، خلاص بس انه داخل في النظري في الفاينل. اوكي وبس الاكسترنال انتربتس. ماشي يعطيكم العافية ونراكم. صحيح بدي احكي لكم انه الامتحان النظري يوم الاربعاء الساعة 12.
بس دكتور سؤال بالنسبة للويب بصير. حكيت إنه راح يكون بالبروجكت سيشنز بس شرحت أنتوا اليوم شرحتها صح؟ هاي المحاضرة مش المساعدة، المساعدة اليوم بجزء بالليل تيجي. سيشنز. المفروض إنه المفروض إنه نشرح عاد الآن وبالمحاضرة يعني مغطي 90%، ضل السيشنز. من بشوف بعمل لكم عليها فيديو، بعمل لكم البروجكت كله بكمله بعلق عليه وبعد السيشنز. خلاص تمام ان شاء الله. دكتور اي ساعه الامتحان؟ الساعه 12 يوم الاربعاء النظري. اه يوم الاربعاء الساعه 12 امتحان النظري. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. العافيه.